الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لك الحمد يا ربنا على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد على نعمة الصيام والقيام ولك الحمد على نعمة الأهل والمال والولد والمعافاة يا رب عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سطوتك وعذابك وفي الكون آياتك وآلاؤك فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا أبا القاسم محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين احينا يا رب على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته واجعلنا يا ربنا في رضاك وأكرمنا بتقواك ولا تحرمنا يوم القيامة من رؤياك آمين اللهم آمين خير ما أوصي به نفسي وإياكم تقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء أحد التابعين يدعى توبة بن الصمة هذا التابعي الجليل كان يحاسب نفسه ويؤنبها وكان يخلو بنفسه مع الله عز وجل فذات ليلة حسب عمره فإذا هو 60 عاما فحسب أيامه فإذا هي 21,600 يوم فقال في نفسه لو عصيت الله عز وجل كل يوم معصية أألقى الملك 21,600 معصية فبكى بكاء شديدا حتى كادت أن تخرج روحه فخر مغشيا عليه فجاءوا يحركونه بعد ذلك فإذا به قد فارق الحياة فلق الخوف من الله قلبه فلق الخوف من الله كبده الربيع بن خثيم كان يقوم الليل ويبكي بكاء شديدا حتى أشفقت عليه أمه فقالت له يا خثيم أو يا ربيع لماذا كل هذا البكاء وهذا النحيب أقتلت نفسا فقال نعم فقالت لنذهب إلى أهل القتيل فوالله لو رأوا حالك وبكاءك لعفوا عنك فقال يا أماه إنما قتلت نفسي بالذنوب الأحنف بن قيس كان إذا أذنب ذنبا وضع يده على النار وقال حس يا أحنف ما حملك على ما صنعت ما حملك على أن تغضب ربك هذا حالهم هذا حالهم وهذا ديدنهم لماذا مات الإحساس في قلوبنا بالذنوب لماذا نزع خوف الله تعالى من قلوبنا لماذا نزع الحياة وأصبحنا لا نتأثر بالذنوب والمعاصي هذا حالهم ما هو حالنا ونحن المقصرون والمفرطون والمذنبون والعاصون والمنتهكون لحرمات الله لماذا مات الإحساس في قلوبنا كم ضيعنا من الصلوات كم عصينا الله في الخلوات
كم مارسنا من المعاصي والشهوات، كم وقعنا في الهفوات، كم عصينا الله عز وجل. ما من يوم من أيام الله تعالى يمر إلا ونحن نعصي الله عز وجل بأعيننا، بأسماعنا، بألسنتنا، بأيدينا، بأرجلنا. فلماذا مات الإحساس في قلوبنا يا عباد الله؟ وما الحل وما الخلاص لنتطهر من ذنوبنا وأدراننا؟ ما هو الحل ونحن محملون بالذنوب والمعاصي؟ الحل يسير وبسيط، الحل بين أيدينا، هي التوبة والعودة والأوبة. الله تعالى ينادينا من عليائه أن نتوب وأن نؤوب، فيقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. التوبة فيها الفوز والفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا ما بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، لا إله إلا الله، وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيع أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. الذنب وارد، ليس هناك إنسان معصوم. قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبوا ثم يستغفرونه فيغفر لهم. الذنب وارد والمغفرة موجودة، فأين المشكلة؟ المشكلة في التوبة، المشكلة أننا لا نتوب، المشكلة أن نتساهل وأن نتغاضى. أن يمر عليك اليوم واليومين والأسبوع والشهر ورمضان إلى رمضان ولا تحاسب نفسك ولا تعاقبها ولا تعود وتوب إلى ربك. أما الذنب فهو موجود وهو ديدن بني آدم، والتوبة موجودة، والغفار حي لا يموت، موجود سبحانه جل في علاه، ولكننا نسهل. والمشكلة ألا نتوب، أن يدركك الموت وأنت على غير توبة، هنا تكون المشكلة. أما هو سبحانه وتعالى فقد وعد بالمغفرة لمن تاب وأناب وعاد، مهما كان هذا الذنب. هو سبحانه وتعالى أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، لو كان يريد أن يعذبنا لما فرض علينا رمضان. الله يقول عن نفسه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لو أراد أن يعذبنا لما فرض علينا رمضان، لما جعل الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما من اجتنبة الكبائر، لما جعل في رمضان ليلة واحدة تعدل 1000 شهر، ليلة واحدة لو قمت إيمانا واحتسابا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، لو قمت إيمانا واحتسابا كأنك عبدته سبحانه 83 عاما عبادة غير منقطعة. لو أراد أن يعذبنا لما جعل صيام يوم عرفة يكفر سنة، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنتين، ويعطي بالحسنة إلى 10 إلى 700، ويعطي بالسيئة سيئة واحدة. لا يريد أن يعذب أحد، ولكننا نفر منه بدلا من أن نفر إليه سبحانه جل في علاه. لا يريد أن يعذب أحدا، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ينادي كل ليلة، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله.
هل من تائب فأغفر له؟ هل من سائل فأجيبه؟ هل من طالب حاجة فأقضي له حاجته؟ كل ليلة. يقول في حديث القدسي ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم: لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. إنه الرحيم سبحانه وتعالى يتجاوز عن الخلق، لا يريد أن يعذبنا ولكننا نبتعد عنه سبحانه. تخيل، يبدل السيئات حسنات، ليس فقط يغفر الذنب وإنما يبدل السيئة حسنة بكرمه عز وجل. لو كان لديك عامل وهو يسيء في عملك ويخطئ وكنت تحب وتجل وتحترمه، سيخطئ مرة وتتجاوز عنه، المرة الثانية ستتجاوز عنه، في الثالثة قد تتجاوز إذا كنت كريما رحيما صاحب قلب كبير. لو أخطأ وزاد الخطأ في الخامسة الرابعة ستقول له: أعتذر منك، لا أستطيع أن أتحمل أخطائك. أنت تخطئ في حق الله 60 سنة 50 سنة وكل يوم ذنوب تنتهك الصغيرة والكبيرة، لا تبالي بشيء في جنب الله، ثم تعود إليه فيفرح بعودتك، يستقبلك من بعيد، يناديك من بعيد، ويبدل سيئاتك حسنات، وليس فقط يتوب عليك بل يبدل سيئاتك حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تخيل فرحة الخالق سبحانه وتعالى بعودتك وأنت المذنب وأنت الجاني. يقول عليه الصلاة والسلام: والله أفرح بتوبة عبده من عبد بفلاه كإنسان في صحراء لديه راحلة وزاده عليها. ماذا فعل هذا الرجل؟ فقد الراحلة والزاد. تخيل حاله وهو في صحراء وفقد ما يعتمد عليه في لحياته، الزاد والراحلة، فآيس من حياته، خلاص انتهت المسألة، أيقن أنه سيموت. فماذا فعل؟ قال: سآوي إلى تحت الشجرة، أوى إلى تحت شجرة تحت ظلها ينتظر الموت. فغلبه النعاس فاستيقظ فإذا به يجد راحلته وزاده واقفة عليه، عادت إليه الزاد والراحلة. فمن شدة فرحته قال: اللهم إنك عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بعودة عبده من هذا براحلته، لا يريد أن يعذبنا. ولذلك رمضان فرصة نحط الخطايا، نحط الذنوب، نحط السيئات، كفى إهمالا، كفى تفريطا، نجلس مع أنفسنا، نحاسب أنفسنا، نبرئ ذمتنا. التوبة معناها العودة والأوبة والرجوع والندم، أي الحسرة في القلب، أسفا على عدم رعاية حق الله، والإقلاع في الحال، والعزم على عدم العودة. هذا فيما بينك وبين الله. أما فيما بينك وبين الخلق فالتوبة معناها إعادة الحقوق، التحلل والاسترضاء. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده لأخيه مظلمة في عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما. أخذت ماله أعد إليه ماله، أخذت قطعة أرضه أعد إليه أرضه، ظلمت شريكك أعد إليه مظلمته، تغافلت عن دين أحد أعد إليه دينه، اغتبته، شتمته، سببته، تسامح منه. هنا تكون التوبة. ما لم سيؤخذ يوم القيامة من حسناتك إلى حسناتك، فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاتي إلى سيئاتك حتى تلقى في النار والعياذ بالله. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من التائبين.
أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروا فيفوز المستغفرون. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به كل ظلمة وغمة، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن ملته ورسولا عن أمته. أيها الإخوة، للتوبة فضائل جمة وأسرار بديعة. من هذه الأسرار والفضائل أن التوبة سبب للفلاح. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة سبب لدخول الجنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. التوبة سبب لمحبة الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة يا عباد الله سبب لتبديل السيئات إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. التوبة سبب لمحو الذنب، فيعود المذنب كمن لا ذنب له، يمحى عنه ذنبه كما قال عليه الصلاة والسلام. التوبة سبب لنزول الأمطار وصلاح الديار والإمداد بالأموال والأولاد وكل الخيرات. قال تعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، حيث أمر الله تعالى فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وتول أمرنا واقض ديوننا واشف أمراضنا وأصلح أحوالنا واحفظ أبناءنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك يا رب أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التائبين، اللهم اجعلنا من العائدين، اللهم اجعلنا من المنيبين، اللهم اجعلنا من الأوابين التوابين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا في شهرنا هذا رحمة من عندك تكفينا بها عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. ارحمنا رحمة واسعة شاملة كاملة، وارحم يا رب آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأخوالنا وخالاتنا وعماتنا وأعمامنا وأبنائنا وبناتنا ومن له حق علينا، وارحم يا ربنا جميع أموات المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم من توفى من آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين، وارحم جميع موتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وفرج يا ربنا هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واحفظ جميع المسلمين يا رب العالمين في كل أرض وبلد، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.